مساء النور، مرحبا بكل متتبعي وقراء موقع فبراير. كما العادة نقدم لكم الحصيلة اليومية لانتشار فيروس كورونا المستجد ببلادنا خلال 24 ساعة الأخيرة الممتدة من الساعة 6 لمساء يوم أمس الاثنين إلى حدود الساعة 6 من مساء اليوم الثلاثاء. تم تسجيل ببلادنا 2121 حالة إصابة مؤكدة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة إلى 90324 حالة، بمعدل إصابة تراكمي وصل إلى 248.7 لكل 100 ألف نسمة، في حين تم تسجيل معدل 5.8 لكل 100 ألف نسمة كمؤشر إصابة في 24 ساعة الأخيرة. بخصوص الحالات المستبعدة بعد إجرائها للكشوفات المخبرية، فقد تم استبعاد 20158 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي الكشوفات المخبرية التي أجرتها بلادنا منذ انتشار الفيروس في 2 مارس الماضي إلى أزيد من 2,100,000 كشف مخبري. بخصوص حالات الوفاة، للأسف الشديد فقد سجلت بلادنا 34 حالة وفاة، رحم الله جميع موتانا وموتى المسلمين، بمعدل فتك مستقر في 1.8%. ارتفع بذلك إجمالي حالة الوفيات إلى 1648 حالة. بخصوص حالات التعافي، الحمد لله سجلت بلادنا 2077 حالة شفاء جديدة، يرتفع بذلك إجمالي الحالات التي تعافت من هذا الفيروس اللعين إلى 71047 حالة، بمعدل التعافي وصل 78.7 في المئة. بخصوص الحالات النشطة، أي الحالات التي لا تزال تتلقى العلاج من هذا الفيروس حسب البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة سواء في المستشفيات أو في المنزل، يبلغ عددها حاليا 17,629 حالة، بمعدل إصابة أو بمعدل 48.5 لكل 100 ألف نسمة. بخصوص الحالات الخطيرة أو الحرجة، للأسف الشديد هذا الرقم دائما في ارتفاع مستمر، حيث يبلغ إجمالي العدد الحالات الإصابة والحرجة 263 حالة، 58 منها تحت التنفس الاصطناعي، نتمنى لها الشفاء العاجل في أقرب الأجال إن شاء الله. بخصوص التوزيع الجغرافي للحالات المصابة خلال 24 ساعة الأخيرة، فدائما جهة الدار البيضاء اصطادت في المقدمة بعد تسجيل 924 حالة إصابة، 703 منها بمدينة الدار البيضاء، 118 بمدينة سطات، 26 بجديدة و23 بمديونة، 18 بالمحمدية و17 بنواصر، 15 ببن رشيد، وحالتين بسيدي بن نور وبن سليمان. بخصوص جهة الرباط للقنيطرة، فقد سجلت 245 حالة إصابة، 66 منها بسلا، 62 بعملة الصخيرات تمارة، 40 بالقنيطرة و24 بالخميسات ومثلها في الرباط وسيدي قاسم، وخمس حالات بسيدي سليمان. جهة مراكش أسفي سجلت 163 إصابة، 85 منها بمراكش، 59 بقلعة صراغنة، 13 باليوسفية، وثلاث حالات بالصويرة وارحمنا. جهة سوس مسا سجلت 150 حالة إصابة، 84 منها بأكادير، 38 بإنزكان، 18 بشتوكة إتبها، و10 حالات بتارودان. جهة بني ملال الخنيفرة 134 إصابة، 40 منها بخنيفرة، 39 بخريبكة، 34 بني ملال، 25 بالفقيه بن صالح، وخمس حالات بأزيلال. جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 122 حالة إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة، 37 منها بتطوان، 37 أخرى بطنجة أصيلة، 23 بالحسيمة، 15 بعمالة المضيق الفنيدق، 9 بالعرائش، وحالة واحدة بوزان. جهة درعا تافيلة سجلت 108 ديال الحالات، 53 من بتنغير، و20 بالرشيدية، 14 بكل من ميدلتو ورزازات، وسبع حالات بزاكورة. جهة الشرقية للمملكة سجلت 79 حالة إصابة، 46 منها في عملة وجدة أنقاد، 13 بتورير، 6 بالناظور، 6 بفيقيق، 5 ببركان، حالة واحدة بكل من جرادة، دريوش وقرسيف. جهة فاس مكناس سجلت 68 حالة إصابة، 26 بفاس، 26 بمكناس، 10 حالات بصفر، و4 حالات بتازا، ثم 3 بالحاجب.
جهة الدخلة، والذهب سجلت 49 حالة إصابة كلها بالذهب، في حين سجلت جهة العيون السقية الحمراء 44 حالة إصابة، 42 منها في العيون وحالتين بالطرفية. أخيرا جهة قلمي مواد نون سجلت 26 حالة إصابة، 14 في أس الزق، 10 بقلميم وحالة واحدة بطنطان وسيدي إفني. خصوص التوزيع الجغرافي لحالات الوفاة 34 التي سجلت بلادنا، فقد سجلت جهة الدار البيضاء 9 حالات، 8 بالدار البيضاء وحالة بسطات، جهة الرباط سلسلة القنيطرة حالتين، حالة بسالة وحالة بالرباط. جهة مراكش أسفي سجلت 4 حالات كلها بمراكش، جهة سوس مازة حالة واحدة بأكادير، جهة بني ملال الخنيفرة 4 حالات، حالتين بالخنيفرة وحالة بخريبكة وحالة بفقي بن صالح. جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 5 حالات، 3 بتطوان وحالة بطنجة وحالة بالعرائش. جهة درعا تافيلال سجلت حالة واحدة برزازات. الجهة الشرقية سجلت حالة وفاة واحدة بدريوش. وجهة فاس مكناس 5 حالات، 3 بفاس وحالتين بمكناس. جهة الدخلة والذهب بدورها سجلت حالة واحدة، ومثلها في جهة العيون الساقية الحمراء. رحم الله جميع موتانا وموتى المسلمين. بخصوص الجهات والعملات والأقاليم التي لم نذكرها في السابق، فهي لم تسجل أي حالة إصابة خلال هذه ال 24 ساعة الأخيرة. شكرا لكل متتبعي وقراء موقع فبراير، غدا إن شاء الله في موعد آخر لتقديم الحصيلة اليومية لفيروس كورونا.